أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس يعود إلى البلاد مختتما زيارته إلى المملكة العربية السعودية. إريتريا تشارك في اجتماع عدم الانحياز. اجتماع لإدارة الزراعة النقدية المطرية في جلوج. أمريكا تبدأ تدريبا على مكافحة الإرهاب مع قوات من أفريقيا. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن بيع ذخائر طائرات لتايوان. رئيس الوزراء الهندي يعتبر أن الحكومة العالمية فشلت في مواجهة التحديات. مرحبا بكم. عاد الرئيس سياسفورقي إلى البلاد صباح اليوم بعد زيارة عمل في المملكة العربية السعودية استغرقت يومان. والتقى الرئيس سياسفورقي في الزيارة بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتعاون الشراكة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء بروح التفاهم الجيدة البرامج المشتركة راهنا ومستقبلا بما يخدم مصلحة وعلاقة البلدين، ساتوضح تفاصيلها مستقبلا. وكان الرئيس سياسفورقي قد توجه إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 28 من فبراير. شاركت إريتريا في اجتماع دول عدم الانحياز الذي عقد اليوم الثاني من مارس في باكو عاصمة أذربيجان. وبحث الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس وممثل 120 دولة عضو ومندوب الأمم المتحدة العمل المشترك للدول والأعضاء لتقوية دور المنطقة المنظمة لإحياء الاقتصادي بعد وباء كورونا. مثل إريتريا في الاجتماع السكرتير الأول في السفارة الإريترية في روسيا السيد ميكيل حاجوس. تضم منظمة دول عدم الانحياز 120 دولة عضو و17 دولة و10 منظمات دولية كمراقب، وتعتبر أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة، وقد انضمت إليها إريتريا رسميا عام 1995. عقد حاكم إقليم الجاشبركا السفير محمود علي حروي اجتماعا في مديرية جلوج، بحث استخدام المزارعين عامة والناشطين في الزراعة المطرية النقدية خاصة للأراضي وعملية دفع الضرائب. وأوضح في الاجتماع الذي شارك فيه نحو 250 مزارع بالرغم من القيام بأنشطة زراعية نقدية واسعة في مديرية جلوج إلا أن وسائل استخدام الأراضي ودفع الضرائب لا تزال تقليدية، ولإصلاح ذلك سيتم إدخال وسائل كعمل الإيفاء المزارعين بواجبهم في أوانه والحد من هدر الأراضي والديون المضاعفة. وذكر استفحال الاستيلاء على الأراضي وقطع الأشجار الكبيرة وعدم دفع الضريبة نتيجة قضى الطرف عنها، وستتخذ الإجراءات الجادة لتصحيحها. وقال المدير العام لقسم الإيرادات الزراعية السيد يوهانس إساق إن على الناشطين في التجارة عليهم إدراك واجب دفع الضرائب والجمارك وشراء الآليات الزراعية بطريقة قانونية، مشيرا إلى إعادة النظر في الضريبة المتراكمة للجرارات لأضرارها على أغلب المزارعين، وسيتم التحصيل الضريبي للجرارات في أوانه مستقبلا. وشكر المزارعون على الإعفاء المقدم منادين لعقد مثل هذه الاجتماعات التنويرية لمعرفة واجباتهم. تلقى 274 طالب في كلية الهندسة والتقانة بماينفحي دورة تدريبية لثلاثة أشهر في مختلف المهن. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية الشافي ليمون ملأكي في مراسم التخرج في الأول من مارس أن التدريب اشتمل على تركيب الصحون اللاقطة والإلكترونيات والمونتاج.
وقال عميد الكلية الدكتور كحسين قسي إن التدريب يعتبر الأساس ويجب تطويرها بالعمل التطبيقي. ودعت مسؤولة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لدائرة ساوة ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل المشاركين في الدورة التدريبية للعمل النشط بالانضواء إلى الأندية الموجودة في الكلية. وقدم المتخرجون عرضا يعكس التدريب المقدم. جرى التبرع بألف كيس دم في أسبوع التبرع الطوعي بالدم المنظم في إقليم شمال البحر الأحمر بمشاركة السكان وعمال المؤسسات الحكومية. وقال رئيس جمعية التبرع الطوعي بالدم في الأقليم السيد أحمد جعفر إن عملية التبرع كانت ناجحة وضعا في الاعتبار مناخ وتضاريس الأقليم، مشيرا إلى أن التبرع بالدم إلى كونه في أشهر معدودة يتأثر سلبا ببعض المناطق ومصاعب المواصلات. تلقت وحدة التأهيل الاجتماعي في الأقليم الأوسط دعما عينيا بأكثر من 820 ألف نقفة للمواطنين الذين تشرف عليهم من ذوي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والصحية. أوضح مسؤول الوحدة السيد كفلوم تكي أن الدعم شمل مد وصيانة خطوط المياه وأدوات لصيانة مبنى وخزان مياه ومحرك للطاقة ومعدات الطاقة الشمسية وأفرشة وأغطية وثلاجات ولشراء أدوات منزلية. كما قام العمال والمحسنين بأعمال مختلفة داخل مركز الرعاية. وذكر قيام الوحدة بوضع ميزانية من 250 ألف إلى 300 ألف نقفة سنويا لإعالة المواطنين في المركز، ويقوم المتواجدين في المركز بأنشطة زراعية حسب قدراتهم. وعربت العاملات في المركز عن الارتياح للخدمات الإنسانية التي يقدمنها في المركز. ويسع المركز الكائن في ميتماناي ل 500 شخص للسكن والعلاج، ويستقبل حاليا أكثر من 140 مواطن. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء العالمية. بدأت الولايات المتحدة برنامجها التدريبي السنوي لمكافحة الإرهاب بمشاركة قوات إفريقية في غانا بهدف تعزيز الدفاعات الحدودية في مواجهة إسلاميين متشددين ينشطون جنوبا ويتوقلون إلى مناطق جديدة. وبدأ البرنامج في قاعدة عسكرية في بلدة دابويا شمال غانا، حيث تولى مدربون أمريكيون وأوروبيون مهمة تدريب الجنود من جميع أنحاء أفريقيا على الإسعافات الأولية وتدريبات إطلاق النار وسط درجات حرارة حارقة. يأتي التدريب في وقت حرج تمر به دول قرب أفريقيا، حيث تواصل الجماعات الموالية لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة شن هجمات على المدنيين والعسكريين على الرغم من اعتراض القوات الدولية لها، وأودى العنف بحياة الآلاف وشرد الملايين. قررت الولايات المتحدة بيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز F-16. وتضم هذه الصفقة التي يتوقع أن تثير استياء بكين 100 صاروخ عالي السرعة مضاد للرادارات و200 صاروخ جو جو متوسط المدى متطور وقاذفات صواريخ وصواريخ تدريب وهمي. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الصفقة ستعزز قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي والأمن الإقليمي والتوافق في العمليات مع الولايات المتحدة.
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة انتهكت التزامها السياسي بشأن قضية تايوان من خلال بيعها أسلحة متطورة، وحثت واشنطن على وقف بيع الأسلحة للجزيرة. وأكدت المتحدثة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وستتخذ بكين جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية والوطنية. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب بافتتاح اجتماع الوزارة خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي أن الحكومة العالمية فشلت في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، معترفا ضمنيا بالانقسامات العميقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال مودي في كلمة مسجلة إن تجربة السنوات القليلة الماضية اللازمة المالية والتغيير المناخي والجائحة والإرهاب والحروب تصير بوضوح أن الحكومة العالمية قد فشلت. رفضت الهند التي تتولى رئاسة المجموعة هذه العام إلقاء مسؤولية الحرب على روسيا وسعت إلى حل دبلوماسي. وفي كلمته أمام وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ناشد مودي المجتمعين بذل كل ما بوسعهم لإنجاح هذه المناسبة على الرغم من أنه اعترف ضمنيا بالانقسامات العميقة التي تباعد بينهم. يأتي اجتماع وزارة الخارجية بعد أيام من اجتماع وزارة مالية ومحافظي البنوك بالمركزية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين الذي هيمنت عليها الحرب أيضا. أقلعت مركبة لشركة سبايس إكس وعلى متنها 4 رواد في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية. وانطلقت رحلة مركبة الإطلاق التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة كراو دراغون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانيفرال بولاية فلوريدا. ويتألف طاقم الرحلة من رائد إماراتي وآخر روسي انضم إلى زميلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا على متن الرحلة. وتشمل مهمة الرواد العلمية التي تستغرق 6 أشهر إجراء نحو 200 تجربة علمية وتكنولوجيا من بينها تجارب على نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية متناهية الصغر. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. فخامة الرئيس يعود إلى البلاد مختتما زيارته إلى المملكة العربية السعودية. إريتريا تشارك في اجتماع عدم الانحياز. اجتماع لإدارة الزراعة النقدية المطرية في قلوج. أمريكا تبدأ تدريبا على مكافحة الإرهاب مع قوات من أفريقيا. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن بيع ذخائر طائرات لتايوان. رئيس الوزراء الهندي يعتبر أن الحكومة العالمية فشلت في مواجهة التحديات. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.